المظهر الشخصي وسيلة لتعزيز الثقة بالنفس ورفع المعنويات، فلما نلبس ملابس جذابة تعبر عن شخصيتنا نشعر بالراحة والإيجابية. عشان كده اختياراتنا للملابس لازم تكون اختيارات صحيحة ودقيقة، فبنستعين بستايلست يساعدونا في اللوك المناسب لنا. اسمي ريم عبد الرحمن، عمري 26 سنة، من الرياض، خريجة ترجمة وحالياً أدرس دبلوم سياحة. من كنت صغيرة كنت أحب ألبس نفسي، ما كنت أبغى أحد يلبسني. كبرت حبة بحبة، صرت أعرف الموضة، متابعة ترندات. أنا مستشار رسمي في العائلة، يفتحوا لي دولابهم وأنا اللي أنسق وأجرب قد ما فيني أني أتطور بهذا المجال. جيت هنا عشان برنامج سعودي يدعم مواهب توها ببداياتها، شيء مرة كويس وصراحة جدا متحمسة. اسمي ريم النفيسة، عمري 24 سنة، من الرياض، درست UK and USA Law وجالسة أكمل الترجمة والأدب الإنجليش. عندي مواهب مرة كثيرة، أنا دي جي ومغنية، كاتبة شعر إنجليش، وعندي كتاب. When it comes to fashion, I'm all about creating. أي شيء تحطوه مع بعض يعطيكم شيء جديد، هذه شخصيتي أنا. أنا اليوم بستوديو ستايلي أعتبر نفسي رابحة إذا أنا وصلت رسالتي اللي هي ما في قوانين للفاشن، أنت تسوي قوانينك على حسب شخصيتك نفسك. يا أهلا وسهلا فيكم ريما وريم. اليوم أنا ونجلة حنقيم اللوكات اللي حتنسقوها، بس ما حنكون لوحدنا، كالعادة حيكون معنا ضيف شرف، ضيفة غالية على قلبي وهي من أبرز مدونات الموضة والجمال في السعودية، مؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي من عمر صغير جدا، ونجحت في أنها تكون قاعدة جماهيرية كبيرة. أيقونة تعكس أحدث صيحات الموضة الرائجة، تتميز بالستايل أنيق ولها أسلوب متجدد في الأزياء. ظهرت بإطلالات لافتة وجذابة جمعت فيها بين الأسلوب الجريء والكلاسيكي. شارك معلومات ونصائح مفيدة عن كيفية تنسيق الملابس من خلال صفحاتها على السوشيال ميديا، واللي ما تتوقف فيها عن دعمها وتشجيعها للمرأة والتشييد بإنجازاتها. تألقت على غلاف مجلة هاربر بازار مع والدتها نجلاء زيني اللي تعد صاحبة التأثير الأكبر في حياتها. معنا الإنفلونسر غالية المحمودي. مرة تحمست إن غالية ضيفة اليوم لأنها هي شخص مؤثر، فحبيت إنها تسمع رسالتي، ممكن توافق إن صح كلامي يتأثر في الناس. حبيبتي منور فيك المكان. حبيبتي أنا حاسة نفسي بنت توأم. وبكده اكتملت نجلة التحكيم. أنا من متابعين غالية بالإنستغرام، متحمسة أسمع نصايحها باللوكات اللي بصلحها. فكرة العباية ترجع لأربع آلاف سنة، وكانت ترتديها المرأة كلبس ساتر فوق لبسها العادي، ويرجع أصولها لحضارات قديمة سكنت بلاد ما بين النهرين. أما قصة العباية فهي غير معروفة، وحسب المؤرخين ظهورها الأول في المملكة العربية السعودية كان قبل 80 سنة عن طريق مسافرين جاءوا من العراق وإيران. غالية، حطلب منك تبلغي ريما وريم عن موضوع تحدينا اليوم. مطلوب منكم أنه تنسقوا لوك عباية للأم مع لوك لبنتها، أهم شيء أنه يكون في تناسق وانسجام بين الألوان والستايلات. أول ما سمعت التحدي تحمس، ما قد سويت شيء mother daughter، ما قد فكرت فيه. من أبرز النصائح في تنسيق العبايات إنكم تراعوا الطول المناسب للأم، أما بالنسبة للبنت احرصوا إنه لوك البنت يكون منسجم مع لوك الأم في الملامح العامة، ومو بالضرورة دائماً إنه في الملامح الخاصة. وفي المكياج إذا الأم طالعة مع بنتها ممكن تعمل مكياج ناعم طبيعي، no makeup makeup. وفي الشعر ممكن يعملوا تسريحة الأميرات. كل واحدة عندها في غرفتها الخاصة مجموعة ملابس، لازم تبدعوا في اختيارها وتنسيقها. معاكم ساعة عشان تجهزوا أول لوك. إنه أشتغل بوقت معين صراحة شيء جداً يوترني، بس إن شاء الله أعطي أحسن ما عندي. وفي خلال هذه الساعة مطلوب منكم كمان تخصصوا وقت عشان تسووا بحث مناسب يخص الموضوع، وتحضروا من بعدها مود بورد، وآخر شيء حتقابلوا عرضات الأزياء. بالتوفيق.
أصلح سيرش بسيط، أستوحي من صور معينة، لوكات معينة. حبيت إنه يكون ماذر دوتر نفس القماش، نفس الفايب، بس مو نفس الستايل. خذيت كم صورة معلقتها على البورد، أبوصل لفكرة معينة أصلح فيها اللوكات. طبعت الصور، في بنت لابسة جينز والأم لابسة فستان، فهذا اللي كان أنا قصدي. هلو. دخلت الموديل مع البنت الصغيرة، عجبني إن في اختلاف ما كانوا يشبهون بعض، فهذا الشيء سبورتد فكرتي أكثر إنه عادي يكون في اختلاف. أول ستايل حيكون صباحي، something light فاتح للصبح، فإذا فيكي جربي هذا. أول لوك خليت البنت بينك فاتح مع وايت، وخليت الأم بينك غامق، نفس اللون بس درجات غير. أهلا وسهلا، شوفي أنا اخترت لك هذا اللوك الأول، سمبل، لون سماوي مريح على العين، يناسب بشرات المودلز. بالنسبة لعباية الأم، الدرس اللي جوا سادة، ما في أي تفاصيل. العباية من برا كان فيها ديتيلز بسيطة، فيها فتحات يمين يسار. يلا قيسوا الثياب وارجعوا لي، بنتظركم. الله، I love it. Can you see؟ كفاية يدك عن فوق. لما حطيت الحزام من برا حسيت إنه اللوك انظلم. خلينا نجرب نحطه من جوا، أحلى ممكن يطلع. أي كذا أحلى مرة، بين شكل الفستان. حركة صغيرة غيرت لي اللوك كامل. ممكن نجرب هذيك عشان السيلفر، يا هذا بيطلع أحلى كذا أكثر. عجبتني الشيرت الثانية اللي فيها الكريستلز، عشان أقدر أنسقها مع شيء ميتاليك، مو بس أبيض بينك خلاص. هذا طلع أحلى. أوكي، أمسك الباك، يا كذا أحلى صح؟ واللون الشوز السيلفر مع السيلفر عشان يكون ثيم واحد. حبيت هذا الألوان، بس أكيد إن ودي نجرب شيء ثاني ممكن يكون أحلى. بليز جربي هذا اللون مع هذا الاثنين مع بعض، وأنتي بليز جربي الدرس بس. أوكي، العباية حسيتها مرة واسعة، فحاولت أضيف الحزام عساس يبرز خصر الموديل، وحاولت أزيد إكسسوار للبنت والأم نفس الشيء، لأنه اللي يجمع الفستان بالعباية اللون فقط. اللوك عجبني لحد الآن، بس بجرب اللوك الثاني وأشوف. جربي ذا. عباية بيج قصتها رسمية بالنسبة للأم، بالنسبة للبنت تنورة قصيرة مع توب كات. اللوك الثاني حبيت أبين إن الأسود هو يعتبر الكانفاس، بتصير بتبدع في الأكسسواريز بالألوان اللي أنت بتدخلها عليه. جربي هذا. تقدر تلبسيه بس على كتوفك بدل ما تدخل اليد. أوكي، عادي تجربين الشوز. الأوتفيت كان بدون أي شخصية، لما حطيت الأخضر أعطاه الحياة. جربي هذه أنت بعد. نغير لون الشوز to pink. والبنت ما حطيت نفس اللون الأخضر عشان ما تحسون إنه بس الأخضر اللي ينفع، حطيت لون ثاني. الأسود تقدرون تبدعون عليه بأي لون تبغونه. ريما، يا ريما، هاي، كيف حالك؟ الحمد لله. حكينا عن التنسيق. التنسيق كان الفكرة إنه يكون نفس الأيديا، دريس ما فيه له أي حركة، بس إحنا نضيف له ستايل بالألوان الجريئة أو الغريبة. أوكي، أنصح إنك تشوفي كيف تقدر توحدي الكولر باليت شوية، بحيث إذا مشيتي في النيونز هنا يكون برضو على أرين نفس الشيء ريفلكتد، لأنه هتمشي في الباستيليات في واحدة إذو throw the association off. yes. صح، ممكن ألوان ما كانت متناسقة، بس فكرتي أبغى ألوان غريبة غير متوقعة. فيك تجربي هذا بليز. يو بليز جربي هذا and come back. اللوك الثاني حسيته مره بيسك. بالنسبه للام حاولت انه اظهر خصرها فاضفت الحزام. بالنسبه للبنت حبيت اضيف طاق بسيط للبنت الصغيره. هاي ريم. هلا وسهلا. حكيني ريم،
حاولت أصلح ماتشنج. أوكي. أضفت البلت على أساس بس يحدد لها الوسط. أنت ما أضفت البلت والبلت جاي معه. يب. وحطيتي الشوز هذه. أيه. هو كتنسيق يعني مع بعض، فهما بديهي إنهم ماشيين مع بعض بحكم اللون. صحيح. بس حبيت إني أشوف كمان بصمتك، ممكن تحطي لي هي في تفاصيل، في رفعتكم. Exactly. في طريقة أيه. لبسها للياقة. فعلياً لك ما في أي إضافة، ما حطيت شخصيتي عليه، فأحتاج أصلح لك جديد. بعطيكم آخر لك، نجرب الفستان هذا للبنوتة الحلوة. تجربين للدرس هذا جوا مع العباية. اللوك الثالث حبيت اختار اللون الأبيض في ريش. يلا جربوها وارجعوا لي. بنات، مر نص الوقت، أبغى أشوف إبداعاتكم على الرنوي. أحب أني أشتغل تحت الضغط، لأني أنا من النظرة الأولى أختار الشيء. تجربي تحطين الحزام من ورا خصرك فوق العباية. العباية كانت جداً هادية، حبيت أدخل شنطة بيج. تجربي كان لونها جداً ما تحسيت أنه قتل شوي اللون. الحزام بدون حزام أجمل صح؟ نجرب ندخل اللون الأخضر. هي حلو. هذي جربت لون شوي أقوى، اللون الأخضر، ودخلت كمان حزام على الخصر. غير ذا. وآخر شيء أضفت أكسسوارات بسيطة تبرز جمال اللوك. أعتقد عرفت الفاينل لوك. واو، I love it. اللوك الثالث اللي هو دريس أزرق، وركبت عليه نفس الشيء العباية الزرقاء. إذا تقدر تغير الشوز. I love it. تقدر إنك تحط الألوان نفس بعض، بس تبدأ بطريقة ثانية اللي هي مثلاً بالهيلز ولا بالباك. Can you try هذه الشوز عشان نتأكد؟ Please. جربي كذا. اللوك حق البنوتة أنا ما بدأت فيه، هو كان جاهز، فحغير، بس لازم الحين ننتقل للميكب والشعر. الميك اب يكون تقريبا ويت، بس ابي لبسك يكون لونه شوي قوي. يعني حب الاي شادو يكون ناتشرال بس في تاتش جلوي. اي ما ابي يكون مره ثقيل، يكون تركز على الشفايف. على الشفايف صح. أوكي. وبالنسبه للشعر اشوف لو نرفعه بيكون بونيتيل، يعطيها شارب لوك اكثر مع الويت ميك اب. The whole look is bold. So the makeup is simple with bold lip. Or the opposite. I would love to go soft in the lips. Mm-hmm. ونكون ممكن bolder around the eyes. Okay. أما بالنسبة للشعر على وراء ما في ويفي، ما في شيء. Simple. الحين أنا سويت كل شيء أقدر عليه، والمود الحين في يديكم أنتو. غالية، علاقتنا هي علاقة صداقة، قديش برأيك هذا يضيف للبنت ولك أنت شخصياً؟ كان شيء مرة مهم في حياتي أنه أنت تكوني صديقة لي، لأنه أنا بكبر حطيتيني المساحة أني أعبر عن نفسي، حطيتيني المجال أني أحكيكي الأشياء اللي كثير بنات ما بيقدروا يحكوا أمهاتهم، فحسيت بالراحة، حسيت بالدعم، كنت زي السند لي بالذات في المواقف الصعبة اللي كنت أحتاج شخص يكون فيها معايا، بالذات أحد من أهلي. أشعر أني ممتنة لهذا الشيء، وجودك لي كصديقة وأم مع بعض في نفس الوقت. بمناسبة هذا الموضوع، إيش تحبي تقولي للأمهات والبنات؟ يعني يمكن في بنات يواجهوا صعوبة في التواصل مع أمهاتهم، فأبغى أقول لهم أنه حاولوا أنتوا تبادروا ويمكن تلاقوا تغيير. ونصيحتي للأمهات، كل ما قربتي من بنتك أكثر، كل ما زادت ثقتها في نفسها أكثر، وكل ما هي صارت أوعى لأنه حاسة أنك قريبة منها.
وتحسي انه هذا الشيء يساعد البنت ان هي تكبر وتنجح في حياتها؟ طبعا هذا الشيء يعني اعطاني القوه اني اكمل في حياتي واحقق احلامي، لانه لما الاهل يكونوا هم اول داعمين، بالذات الام، لانه العلاقه بين البنت وامها غير كل العلاقات. مجرد ما يكون في دعم من الام كل شيء بيكون احسن بمراحل. ستايلست بدأ العد التنازلي 10. الوقت قرب يخلص، غيرت اللوك حق البنوتة، خليتها أسود مع بينك. 7 6 حالياً بس أحط التتشات الأخيرة لللوك. 2 1 وستوب. أشوفكم على الرانوي. So cute. تنسيقي مع الشعر والميك اب طلع جدا جميل. قلبي الصغير لا يتحمل. من تعابير لجنة الحكم بين انه مستانسين على اللوك تبعي جدا. اللوك حق قريم هو اللي أنا ما كنت أبغى أسويه، الألوان اللي متوقعة، أبيض مع سيلفر وكذا. مبسوطة أن قاعدة أشوف رسالتي توصل إن شاء الله للناس، بس خايفة من نظرات الجاجز لأن شوي مستغربين. الستايل اللي صلحته ريم جريء جدا، لكن البطانة اللي من تحت مبينة كأنه شيء طالع بالغلط. ستايلست حابين نسمع من كل واحدة فيكم إيش الفكرة وراء تنسيقها. نبدأ بيكي أنت ريم من فضلك. في البداية حبيت أختار لهم لون أبيض سيمبل. بالنسبة للأم حبيت يكون فلافي، الريش كمان يعطيه لمسة كلاسي أكثر. دخلت عليه الباق مع الهيلز والإيرينجز سباركلينج، يضيف فخامة لللوك. بالنسبة للشعر والميكاب زي ما تشوفون بونيتيل على أساس أنه ما يصير أوفر عجعة زي ما يقولون، وخليت الفوكس على الشفايف أكثر. من ناحية البنوتة الحلوة تاليا الجميلة أضفت لها أكسسوار الشعر، إيرينجز بسيطة، لولو ماتشينج مع شوز اللي لابسته. شكراً لك يا ريم. نسمع من كريمة. فكرتي كانت إن be different، لما تدخلي مكان يلفون لك ناس يشوفون شيء different، لأن أنا عندي الستايل هو أصلاً شخصيتك، هو يبين أنت مين. ممتاز. فإيش اللي سويتيه هنا that's different؟ فاللي سويته هو حطيت neon colors I matched it with the heels، بس الأوتفيت نفسه يكون لونه غير، يعني الناس ما حيتوقعوا إنه the pink heels will look good مع blue dress. Okay. هو الشعر والميك اب because we played a lot with the colors، فخليت انه يكون سمبل ومو جاي على الملابس. ونفس الشيء للبنت، حبيت اني احط سبلاش اوف كلر، ديفرنت كلر، سيم ماتيريال، بس اللون غير. شوي خفت لجنة الحكم ما يحبون الاختلاف او شيء غريب، بس انا واثقه من اللي انا سويته. It's okay to be different. ريم حبيت انك حطيتي روج احمر، حبيت تسريحه الشعر انه فيري سمبل، حبيت انك انت اخترتي الشنط نفس الشيء عشان يكون في ربط بينها وبينها. صحيح. بس حسيت انه مثلا ممكن تربطي كان بالاكسسوار تخليه مثلا كله لولو او كله ستريس عشان يعني يقربوا شوي من صحيح. بعض غير كذا يعطيك الف عافيه. شكرا. حبيت التنسيق مرة كتير، حبيت اختيارك للريش لأنه it's currently trending وفي نفس صحيح. الوقت it's classics. حبيت الرفلز، اختيارك للون موفق الحمد لله. matching مع their skin tone كستايلينج أبدعتي. Thank you so much. نيجي لتقييمي أنا، بس الحقيقة يعني ماني قادرة أركز من كتر ما أرين وتاليا كتاكيت، وأنا بنتي عمرها 10 شهور واسمها نايا، وكل ما أشوف البنات أتخيل بنتي لما تكبر إيش حلبسها. فthank you for the inspiration ريم وريما والتنسيقات الجميلة، وعقبال ما تنسقوا لي أنا وبنتي كمان إن شاء الله. ريم ترى أنا ما حنسى كلامك، بنسق لك ولبنتك بس on one condition، إذا فزت. ريم I love the look بالعموم. أنا بالنسبة لي الربط موجود، في ريشنا في ريشنا والكولر باليت واحد فهذا معروف،
عجبني اختيارك للشوز، عجبني الحلقان، حتى انه ما في اكسسوارات كثيره بحكم انه انا عندي دور بطولي للستراس. صحيح. تعليق ريم جدا ريحني. ريما حبيت اللوك مره، عجبني إضافتك للحزام والشوز الفوشي، عملت الربط مع البنوتة في التنورة، نفس كمان اختيارك للقماش. حبيت الميك اب مرة، حبيت انك انت كمان يوم ماتش مع بعض في التسريحة، بس يمكن احس انه لو كانت تي شيرت لونه كحلي، لانه حسيت الاسود دخل في الموضوع شوية لخبطني. يمكن I went too far، بس فكرتي ابغى الوان غريبة غير متوقعة. بالنسبة لهذا اللوك، العباية اختيار موفق، جريئة زي ما قلتي من ناحية اللون ومن ناحية الكت، والقماش مرة حلو. تعليق بسيط، السكين كولر حقها ما هو ماتشينج مع هذا اللون، شوية بهتت لها بشرتها. مرة مهم نشوف انعكاس اللون على البشرة. بالنسبة للكتكوت الصغيرة، التنورة كلون حلو لكن الكت غير مناسب، الويست طلع لفوق مرة كتير، فبانت من فوق قصيرة ومن تحت الرجل طويلة، فمهم مرة إنه ننتبه للتناسق في الجسم كيف يكون. ريما، البيبي بلو، البلاك، اليلو، ألوان محطوطة لوحدها من غير أي ربط، أنت بتربطي بالفوشي وبتضيع بالألوان الثانية. أنا كنت متمنية حتى لو درجة البيبي بلو اللي ظهرتي لي هي في البطانة، لو أرين لبسته كتوب كان صح. عمل ربط حلو. آخر نقطة، الروج خفيف وما في اكسسوارز، واغلب الديتيلز في الجزء التحتاني من التنسيق، فبس نبغى شويه ربط. يعني ابدئي لي سرد القصه من فوق عشان عيني تصيغ اني انا نازله في تفاصيل اكثر. في اشياء فتح عيوني عليها صدق، وكلامهم اكيد صح. ندمت شويه على كم شيء سويته، بس still I'm very proud of what I did. الان انا ولجنه التحكيم نعطي علاماتنا لكل تنسيق. ريما 3 وريم 4. شوف سبحان الله، الأم وبنتها نفس العلامات. ريما 3 وريم 4. أنا أعطيك يا ريم 5 وأعطيك يا ريما 3. ريما مجموع علاماتك في التحدي هذا 9، ريم مجموع علاماتك 13. مبروك ريم، أنت الفائزة معانا في التحدي الأول. جدا مبسوطة أنه فزت، وهذه بس البداية، وأوعدكم بلوك أقوى بالتحدي الثاني. كنت متوقعة شوي، لأن مو كل أحد ممكن يتقبل الغريب اللي أنا سويته، ممكن بيّن شخصيتي أنا أكثر من إن متطلبات الفاشن هي. ومن هنا حيطلع لك جلسة استشارة مع غالية تعطيكي نصايح تستفيدي منها في تحضيرك للتحدي الثاني. إن شاء الله بجرب قد ما فيني أستفيد من نصائحها، سواء بالتحدي ولا بحياتي. وصلنا للتحدي الثاني، وحتبلغكم عن تفاصيل وموضوع هذا التحدي ضيفتنا غالية. في هذا التحدي حيكون عندكم عبايات مرة كتير، اختاروا عباية واحدة تنسقوها بطريقة تناسب الصباح، وبتغيير بسيط تتحول للوك ليلي. جميل. التحدي الثاني فكرته جداً استخدمها في حياتي اليومية، دائماً أطلع دوامي الصبح وبعدين أعدل تعديلات بسيطة، وغالباً تكون معي في الشنطة وأصلح لوك ليلي. بس تذكروا إنه اللي فازت في التحدي الأول ممكن ما تفوز في التحدي الثاني، فالمطلوب منكم تركزوا وتبذلوا الجهد عشان تفوزوا بأحلى ستايل. ورونا إيش حتسووا. تفضل. إن شاء الله. التحدي يقول إنه أنت تختاري عباية وتعملي لوك مناسب للصباح، وتقدري بتغييرات بسيطة تنقلي للوك مسائي. صحيح. كيف تقدري تعملي هذا الشيء بكل سهولة؟ اختاري عباية تقدري تغيري كل شيء فيها، الألوان اللي حواليها، القطع اللي حواليها. مثلاً تقدري تغيري من فلاتس لهيلز، تقدري تغيري من ألوان رايقة لألوان شوية فيها وضوح. أما من ناحية الميك اب، تقدري الميك اب يفضل زي ما هو، بس إنه تضيفي لبستك أغمق أو أوضح. شايفة هذا الهيلز كيف في سباركل؟ هيعطيكي لوك مسائي بطريقة مرة سهلة وبسيطة. غالية عطتني أفكار كثيرة، وهالحين قالي شوية بحث ونبدأ التحدي. بحثت عن ideas إنه كيف you transform day to night look، شفت بالميك اب، شفت بلون الأرواج، شفت بالايلاينرز.
أكثر شيء انتبهت عليه أن بالمورنينج يستخدمون الحجاب، فهذا أعطاني إيحاء كويس. طبعت الصور ونسقتها وحطيتهم مع بعض on the board. هاي هذه العباية حقت اليوم اللي بتكون، بس اللوك اللي بيكون تحتها الأبيض أكثر شيء عشان ما يصير ألوان كثيرة على الصباح، ألوان فاتحة. حبيت إنه يكون neutral color تحت عشان أقدر ألعب بالألوان عادي. جربي هذه. أهلا وسهلا. شوفي عندنا أول شيء الدرس هذا تلبسينه، بعدين عليه العباية دي. جربي ألبسي معاها هذه كروس وهذا كذيبك. عجبني البني مع الوايت. أول ما جت الموديل حسيت شوي كأن ما في تعب على اللوك. حبيت الأبيض بس حسيت لو كان الأسود أحسن عشان يبان مع الكاوبوي هات شوي متناسق أكثر، فإذا ممكن تجربين الأسود. اخترت الأول لوك عباية رمادية بسيطة قماشة ساتان، ممكن تلبس للصبح ممكن تلبس بالليل. مع العباية نسقت لها فلات سيلفر وشنطة بيج. جربي ذا. وللوك الليلي كعب بيج بيكون ماتشينج مع العباية، وشنطة شوي واضحة تناسب طالعة الليل. اللوك صراحة حلو بس بجرب ألوان أدرى. هذه بتكون العباية الشنطة، نلبس تحتها الجينز هذا، وألبسي من جوا التيشيرت الأبيض. تمام؟ جربيها وارجعي لنا نشوف اللوك الثاني. أتراي هذه؟ ممكن تجربي هذه الشنطة؟ يس، اوكي. هذا اللوك بيرفكت فور ذا داي مع الكاوبوي هات، بس تو ترانسفورم انت تو نايت اهم شيء طبعا تشيل السان جلاسز. وخلينا نجرب هذا البلت. يس، جربي الهيلز كمان معاه بدل الفلاتس. اوكي بيرفكت. هذا حبيتها مره لانه سهل عليك بالجولدن، بس اضفتي الجولدن تشينج ذا هول لوك. بس نجرب ستايل ثاني اكيد اذا فيك تجربي الاسود من تحت. خلي نفس الاسود عشان يصير سهل علينا ان نبدل اكثر. ودي اني ابين للناس عادي يو كان وير بلاك اولسو ان ذا مورنينج. اللوك الثاني عطيتها عباية لونها واضح وصباحي وكمان تناسب بالليل بيكون لون قوي. مع العباية نسقت لها جينز مع تيشيرت أبيض. جرب الهيلز هذا. بالنسبة لللوك الليلي تغيير بسيط، عطيتها كعب باللون الأزرق بدال الفلات. اللوك كان صراحة جداً كويس وعجبني، بس حسيت ما في ذاك التغيير ما بين الصبح والليل. طيب نجرب ثالث لوك. البسي هذا الست من جوا وخلي لي التوب هذا طالع على برا، دخلينه جوا والبسي لي العباية. حبيت اللوك مرة بس حسيت أن ما في كولر تحت. الأسود كان صعب شوي لأن كل شيء ينفع معاه، بس كنت أحاول أني أختار الهيلز اللي ينفع مع الجولري أكثر عشان يكون اللوك كامل. أكثر شيء خلى في هوية لللوك اللي هو الأورنج. جربي هذه الفلاسز. أوكي هذا الدي لوك عشان نايت لوك. الأكسسوريز بس يسويتشم تو سيلفر أو سيلفر. الحين خلاص حسيت إنه عندي اللوك النهائي. باقي 20 دقيقة بس ستايلست، وتهيأ لي إنه هذا وقت كافي إنكم تقفلوا اللوكات حقتكم. أسرع بليز. الوقت يمشي بسرعة وأنا للحين ما لقيت اللوك اللي يعجبني، فالشيء هذا جدا وترني. أشوف. جهزت لك هنا فلات. جربين مع اللوك. ستايل العباية زي البليزر، فأقدر ألعب في لون بيج يخدم الصباح ويخدم الليل بعد. عباية مرة طويلة، شوفي ممكن. جهز لك
اكسسوارات؟ اكسسوارات كانت جدا بسيطه، حطيت لها ساعه يبين عملي. تبي حطه طرح؟ لبس نظارات؟ عزاز يصير لوك ليلي، البسي دي، فكي لي الباك، بغيرها. كمان السكارف، حاولت ابين جسم الموديل من جوا، خلي العبايه مفتوحه. بيرفكت. ماشي شنطه. اعتقد عرفت اللوك اللي بنقي. الحين وصلنا للشعر والميك اب. اللوك الصباحي بيكون ميك اب نو ميك اب، اللوك المسائي نبي تاتشات بسيطه انه تعدل الميك اب تخليه اقوى. وش تقترحين علي تاتشات ممكن انها تقل لي الميك اب؟ انا اقترح عليك اننا نعتمد على الشفاه كنقطه تغيير بين النهاري والمسائي. جميل. بحيث في الصباح نحط لها لون يكون ناتشرال، ممكن في الليل ندخل على لون جريء اكثر. بالنسبه للشعر بيكون فرقه من النص، يكون هنا مشدود من وراء كله بيكون مرفوع. نوخر السكارف وبيبين شغلنا بالشعر من وراء. اتمنى الشعر والميك اب يكمل لي لوك اليوم. تفرع الهير المورنينج خليه مسيء وما نحط عليه ولا شيء ولا نضيف له اي شيء، مفروض الشعر عادي طبيعي. والميك اب نخليه سمبل بينك ليبستيك. انت فور ذا نايت لوك، الفور ذا هير ممكن نلم الشعر كمان بطريقه بسيطه، لان كمان فكرت على الميك اب يكون في بولد ليبس، ريد ليبستيك ممكن. اوكي ممتاز، احب الفكره هذه. اهم شيء عندي انكم عارفين انه بس عندي ثواني بسيطه نغير فروم مورنينج تو نايت، فانا واثقه من اللي بتسوونه ان شاء الله. اوكي جود لك. شكرا. غالية، قد إيش اتأثرتي بوالدتك نجلة الزيني كونها ميك اب ارتست في مسيرتك العملية؟ تأثير مرة كبير، لأنه أنا كبرت وأنا بشوف الميك اب، كبرت وأنا بشوف الألوان والمجلات، وهي من النوع اللي تحضر كثير للفوتوشوت، تحضر إيش حيكون اللبس، إيش حيكون الأكسسوريز، إيش الترندز اللي حاليا طالعة في الرنوي. فلما بشوفها كانت بتعدي بهذه البروسيس، لا شعوريا بتعلم هذه الأشياء كلها، عيني بتشوف هذه الأشياء، فخلاص صرت جزء يعني من هذه الأشياء. الوالدة عندها برضو قاعدة جماهيرية جدا عالية، فهل تحسي في مسيرتك العملية إنه هذا الشيء عمل عليك الضغط إنك تكوني على نفس المستوى؟ صراحة نهائيا، ولا مرة أحد من متابعيني أو من البراند، يعني ما في مقارنات. أيوة ولا مرة، لأنه يعني يشوفونا زي الـ partners أكثر من إنه competitors، اللي بنشتغل مع بعض أكثر من إنه بننافس بعض. صحيح. ودائماً يعني هذه هي علاقة الأم وبنتها. يعني أنت أول كنت بتقولين إنه عندك بنت. يس. وأنا جداً قريبة من أمي وفي نفس القطاع برضو، فمرة أعرف الإحساس هذا. فأحس إنك تعرف الإحساس نفسه، إنه كيف علاقتك أنت وأمك. أكيد ما فيها تنافس قد ما إنه هي فيها ترابط وتكملوا البعض أكثر. صحيح. وانتقال الخبرات، فتقريبا في كثير من الأحيان تبدأي مطرح ما هي انتهت بدل ما تبدأي من الصفر. فـ if anything it's an advantage. صح. دحين العد العكسي، 10 9. أنا حاليا بس أحط التتشات الأخيرة لللوك وتشوفونا إن شاء الله على الرنوي. 5 4. خلاص. I felt the stress for it. I felt the pressure of this is it. 2 1 وأشوفكم على الرنوي. جداً فخورة باللوك على الرنوي، جداً ملفت. يوم طلع اللوك المسائي شفت انبهار بعيونهم كلهم.
أعتقد بهذا التحدي أني بدعت. أوه هذا واو. It was perfect. I was sure and I will win this. ستايلستس، شكرا للإطلالات الجميلة. والآن نبغى نسمع منكم شرح مبسط عن التنسيقات. نبدأ بكريم. أنا اخترت لون بيج، لون عملي، قماش لينن، يناسب فترة صباحية ويناسب كمان الليل. غطيت التسريحة لأنه مناسبة أكثر لليل بالحجاب. في البداية ما كان فيه أكسسوارات، كان فيه ساعة تناسب الدي لوك، كمان كان فيه الشنطة الكبيرة. وبالنسبة للميك اب أضفنا اللون الماروني يعطي قوة أكثر. تمام، شكرا لك. نعم، هيا ريما نسمع منك بليز. بالنسبه للمورنينج لوك، اي ميد شور اني اختار بلاك اند وايت عشان اعطي فكره ان يو كان يوز ذا بلاك اند وايت ستيل فور ذا مورنينج اند نايت. اتس اول اباوت الميك اب والاكسسوارز وكيف تغيرين بالالوان ووات يو بوت وذ ذا بلاك. والله يا بنات حيرتونا صراحة، أبدعتوا في اللوكين. حبدأ مع كريم. بالنسبة لللوك الصباحي حبيته مرة كتير، من اختيار العباية لاختيار الشنطة والشوز. بالنسبة لللوك المسائي عندي تعليق واحد، اللينن أنا أحسه قماش صيفي وصباحي، وبالذات إنه لونه بيج حسيت إنه مناسب لللوك الصباحي أكثر من اللوك المسائي. كنت أتمنى إنه يكون يا إما اللون مختلف يا إما الفابريك مختلفة. بالنسبة للقماش اللينن هو أساساً ترندي وحنا بفترة صيف، that's why إنه اخترت نوع القماش هذا. واللون بيج صحيح إنه يعتبر لون عملي لكن لون جداً يناسب للطلعات الليلية. ريم، أنا بالنسبة لي اللوك كله يفوز. تحدي كان عندك كيف تاخدي لينن إلى مناسبة مسائية، أشوف إنك جداً نجحتي في المهمة هذه. ريم فاهمة فكرتي باختيار القماش، أنبسط جداً من تعليقها. ريم، أول ما شفت الموديل وهي داخلة حسيت نفسي فعلاً في النهار. باختيارك للألوان مرة حلو، الميك اب كان مرة ناعم وخفيف وصباحي، إنه ميك اب ميك اب، حبيت ذا الشيء جداً. حبيت إنك أنت مخبية كنت التسريحة بالسكارف، صح، عملتي مجهود جميل. تعليقات لجنة التحكيم طمنتني وأعتقد عارفين نتيجة لهذا التحدي. بالنسبة لريما، اللوك حقك الصباحي رائع، حبيت مرة كثير البوب أوف كولر، لون الأورنج كان عامل عمايل، أبدعتي مرة كثير. بالنسبة لللوك المسائي، نقلتك كانت حلوة، أضفتي إكسسوارات مرة جلامرس، اللمعة اللي فيها ملفتة للانتباه للمساء. اللوك إبداع، اختيارك للإكسسوار إبداع. تعليق غالية على اللوك made me so happy. ريما، أنا من عشاق اللوك النهاري اللي نزل على الرنوي، يعني فعلياً كلنا كنا منبهرين باللوك. نجي لللوك المسائي، طول العباية مقصرها بطريقة تنسيقك، بمعنى إنه لو كانت العباية قصيرة عشان ما نقصرها، لو نسيب العباية مفتوحة عشان قوامها الداخلي يبان، فكان أعطى إفكت أفضل لجسمها. بس لما ربطيه عند الوسط you highlighted قصر العباية أكثر، فوهي ماشية حسيت إنه أكل من طول الرجول. So you need to be careful إنه موضوع نسبة وتناسب. ممكن طب تفتح العباية نبي نشوف كيف المنظر يصير. عندنا فضول. يعني عمل فرق. أيه. فعلاً ما قصرها. صح فعلاً. بالنسبة لي كريمة، حقيقي أول ما دخلت بلوك الصباح انبهرت فعلاً، ألوان الشنطة والشوز مرة لفتت لي نظري، وفعلاً مع الأبيض والأسود تقدر تحطي اللون اللي أنت تبغيه، مرة كان حلو. بالنسبة لللوك المسائي حسيت إنه البونيتيل ضعيف، يعني يا إنه كان سبتيه زي ما هو يا إنه تعمل بن أو حطيتي مثلاً إكستنشن أو شيء، يعني حسيتها من وراء الشعر كده زعلان.
وانه فعلا لما فكيتي لهذا صار مره احلى. يعطيك الف عافيه. لجنه الحكام كلهم كان تقريبا عندهم نفس الراي اللي هو حبوا الصباحي اكثر من الليلي، لانه كان عندهم برضه نفس الراي في الحزام، فهذا الشيء الوحيد اللي حسيت انه زعلهم شوي. شكرا ريم، شكرا ريما، شكرا العارضات. ممكن تتفضلوا على بال ما نتشاور شويه. أنا حقيقة يعني ميالة كتير لتنسيقات ريم بالعموم. إيش رأيك؟ أنا صراحة اللوك الصباحي حق ريم مرة عجبني، الكولرز اللي دخلتها جريئة حلو. والله هو قرار صعب الحقيقة. طيب نحاول نعطيهم تقييمات رقمية. استغربتي من النتيجة؟ تهيأ لي الآن معانا فايز. ستايلست، عارفين إنكم أنتوا تحديتوا نفسكم اليوم، خرجتوا من الكومفورت زون حقكم، وأتمنى إنه غير الفوز والمكسب حق الجائزة إنكم تكونوا فزتوا بالخبرة اللي خطوها اليوم. أكيد. ومن هذه المنصة بيلمع اسم ستايلست واحدة قدرت تلفت نظرنا بلوك كامل متكامل بالميك اب والشعر والملابس، واستحقت لقب أحلى ستايل بجدارة. مجموع العلامات كالآتي: ريما في التحدي هذا مجموع علاماتك 13 علامة، ومجموع علاماتك أنت يا ريم 14. أما بالمجمل فمجموع علاماتك ريما 22 علامة وريم 27 علامة، ومبروك أنت الفائزة معانا اليوم بلقب أحلى ستايل. مبروك ريم. صراحة تعلمت أشياء كثيرة، شكراً لكم، شكراً لتعليقاتكم. جداً مبسوطة أنه فزت، هذه التجربة عطتني دافع أني أخصص وقت أكثر للستايل بحياتي. ريما، في استوديو ستايلي ما في أي أحد خسران، أنت متميزة جداً في الستايل اللي بتتخصصي فيه، ومتوقعين منك المزيد من التألق في هذا الاتجاه. مع الأسف خسرت بالعلامات، بس هذا اللي خلاني أحس أنه صدق أنا ربحت، لأني قدرت أوصل الرسالة. للتوفيق لكي ولريما، وكلكم معنا فايزين إن شاء الله.